هنا سنتكلم عن زيارة رسمية لافتة لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى الخرطوم ومباحثات مع نظيره السوداني عبد الله حمدوك. الزيارة تأتي مع تعثر المفاوضات التي تخوضها مصر والسودان وأثيوبيا حول سد النهضة، وعلى وقع ملفات عالقة أيضا بين العاصمتين. الزيارة سبقتها زيارة أخرى لرئيس المخابرات المصرية إلى عاصمة دولة جنوب السودان جوبا، سلم فيها رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لنظيره سلفا كير ميادت. تحرك مصري رفيع المستوى نحو الجنوب. رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في زيارة للخرطوم على رأس وفد حكومي رفيع يلتقي خلالها نظيره السوداني عبد الله حمدوك. جدول المباحثات الرسمي يتضمن بحث التعاون في كافة المجالات: الربط الكهربائي والطرق وربط السكة الحديد والتعليم العالي والتجارة والصناعة. لكن مراقبين أشاروا إلى أن ملف سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على منابع النيل وتنسيق المواقف خلال التفاوض بشأنه هو القضية الأهم على طاولة مباحثات مدبولي الذي يرافقه وزير الري ضمن الوفد الحكومي. الزيارة جاءت قبيل استئناف المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي، وبعد بيان من مجلس الأمن والدفاع الوطني السوداني أكد على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم وشامل لتقليل التداعيات البيئية والاجتماعية المترتبة على تشغيل السد على أكثر من 20 مليون مواطن سوداني يعيشون على ضفاف النيل الأزرق ونهر النيل. التحرك يأتي بعد أيام من زيارة رئيس المخابرات المصرية العامة عباس كامل دولة جنوب السودان، بحث خلالها مع قادة الجبهة الثورية السودانية الترتيبات النهائية للعملية السلمية بين الفصائل المسلحة والخرطوم. من القاهرة أشرف العشري مدير تحرير صحيفة الأهرام المصرية، ومن تورنتو الدكتور زهير السراج الصحفي والمحلل السياسي. جيد أن نراكم مرة أخرى أستاذ أشرف، مرحبا بك. هذه أرفع زيارة لمسؤول مصري يزور الخرطوم بعد إسقاط نظام البشير على مستوى رئاسة الوزراء السيد مصطفى مدبولي، صحيح؟ بالفعل ربما تكون الزيارة على أرفع مستوى، لكن أعتقد نضع في الاعتبار أن الوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات زار الخرطوم في الشهرين الماضيين 3 مرات، والتقى بالرئيس حمدوك وأيضا السيد البرهام، وتم بحث إمكانية أن يكون هناك بالفعل نوع من التلاقي والتنسيق الكامل. صاحب نظام البشير، وخاصة أن هناك قضية مفصلية جوهرية تهم البلدين هي قضية أزمة سد النهضة، وأن هناك بالفعل مواقف حد ما تقف على مسافة قريبة بين القاهرة والخرطوم في مواجهة التعنت الأثيوبي في الأشهر الثلاثة الماضية. لماذا البلدان الآن؟ طيب، يعني هذا هو السبب المعلن للزيارة، ولكن سأسأل هذا السؤال: لماذا تأتي زيارة أرفع مسؤول مصري للخرطوم بعد يوم واحد من إعلان الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي والترحيب المصري والحديث عن أن السودان ربما يكون على القائمة قائمة تطوير؟ لا يوجد أي نوع من الربط. زيارة رئيس الوزراء المصري محددة منذ يوم الثلاثاء الماضي ليلة صباح الأربعاء، وأعتقد نشرت في الصحف المصرية وتم الإشارة إليها، والاتفاق تم الإعلان عنه مساء أمس تحديدا في الساعة 5 بتوقيت القاهرة. بكل تأكيد الزيارة في المقام الأول مخطط لها لإحداث نوع من التعاون المصري وتجهيز المواقف وترتيب الأولويات بين القاهرة والخرطوم في هذه المرحلة الدقيقة، لأن موقف البلدان من سد النهضة أصبح متقارب للغاية، وأن هناك تعنت أثيوبي بمواجهة الموقف المصري والسوداني. ومن هنا قرر البلدان خلال زيارة الوزير عباس كامل 3 الشهرين الماضيين ولقائه بحمدوك وأيضا الرئيس برهام وغيرهما أن يكون هناك إعادة رص للصفوف وترتيب البيتين المصري والسوداني في هذه المرحلة، والشق التعاوني الخاص بالتعليم والصحة وما إلى ذلك والطرق والربط الكهربائي هو جزء من اكتمال منظومة يعني التعاون ولكن المصري ولكن السوداني في مواجهة كل هذا نعرفه سيد أشرف، ولكن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكذلك المسؤولين في مصر مهتمين بدرجة كبيرة أنه يرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في الولايات المتحدة، وأن يعود السودان للمجتمع الدولي بعد إسقاط نظام البشير.
بكل تأكيد طيلة العامين الماضيين هناك التعاون مع مصر ومع الإمارات في الدعوة لإمكانية رفع اسم السودان من الدول الداعمة للإرهاب، خاصة أن هذا الموقف بقى له 30 عاما دون أن يكون هناك تحرك قيد أملة بعد الإطاحة بنظام البشير. أعتقد الفرصة أصبحت مواتية. وزير الخارجية الأمريكي عندما زار القاهرة مؤخرا، وأيضا عندما زار وزير الخارجية المصري واشنطن مرتين في قبل جائحة كورونا، كان ملف السودان فيما يتعلق برفع اسمه من قائمة الدول الداعمة للإرهاب أحد البنود الأساسية. وبالتالي القاهرة راغبة على توفير حاضنة مصرية وعربية من الآن للجانب السوداني، خاصة أنهم يروا في السودان أو مصدر أن في السودان العمق الجنوبي لابد أن يكون هناك التفاتة وغطاء وشبكة دعم مصرية وعربية من الآن في المرحلة القادمة للسودان حتى نستطيع تنسيق أثيوبيا من ناحية أخرى في عورة السودان العمق العربي حتى لا تتكرر مأساة الرئيس البشير الذي فتح البلاد لقطر وأيضا للجانب التركي لإقامة ميناء أو قاعدة في منطقة سواكن، وحتى فيما يتعلق بتبني الموقف الأثيوبي أثناء مفاوضات صد النهضة وبعد توقيع الاتفاق عام 2015 وكل ذلك حدث في عهد الرئيس البشير. القاهرة ترى أنك متغير يجب الاستفادة وإحداث نوع من الجاذبة للجانب السوداني. يعني دعني أذهب معك نقطة إلى الأمام سيد أشرف، يعني أنت كصحفي بالتأكيد تفضل تتابع الانتقادات التي توجه لأداء حكومة عبد الله حمدوك وحتى أداء الأحزاب السياسية. ما الذي يمكن أن تقدم مصر حتى في مجال الاستشارة، في مجال النصح، في مجال الإدارة؟ لأنه الوضع في السودان سيء، أنت تعرف الناس ليس لديها خبز، ليس لديها كهرباء، ليس لديها وقود. أنا معك في هذا الطرح تماما، لكن دعنا نتحدث بمنتهى الصراحة الشفافية في عجالة. الطرح الأول أن هناك استعجال وتحميل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك المسؤولية غياب 30 عاما من التشظي وتدهور الأوضاع وارتكاب كثير من الجرائم في عهد البشير. نفس الوضع نحن عشناه في مصر بعد ما عام 2011 بعد ثورة الربيع العربي أو ما يعرف به ثورة 25 يناير. وبالتالي لابد أن يكون هناك انتظار وتريث بعض الشيء، خاصة أن هذه الحكومة تمت بالشعب من قبل الشعب السوداني وهناك موافقة وقبول ورجل يحظى بتقدير دولي وبعيد عن ويتمتع بالشفافيه بعيد عن الفساد، وبالتالي عليهم في السودان ان يصبروا بعض الشيء. الشيء الثاني، القاهره ستقدم كثير من النصح خاصه فيما يتعلق بالتجربه المصريه في الاصلاح الاقتصادي، لدينا اصلاحات اقتصاديه ونجاحات على مستوى التنميه التحتيه، الكهرباء. دعني اشرك دكتور زهير السراج وعود اليك، الكلام الذي تقوله مهم دكتور زهير، جيد ان نراك في الحره لاول مره، شكرا، اهلا بك. يعني مصالح السودان تحت هذا العنوان، مصالح السودان أين؟ نأخذ دول كمثال، إسرائيل، الإمارات، السعودية، مصر، إثيوبيا. طبعا هنالك مصالح استراتيجية وهنالك مصالح مرحلية، وعلى كل حال فإن الذي يحدد تحرك السودان نحو هذه الدولة أو تلك هو نوع المصالح، هل هي مصالح استراتيجية أم هي مصالح مرحلية، وبالتالي تتحدد طبيعة العلاقات بين السودان والدول الأخرى. على سبيل المثال بالنسبة لموضوع مياه نهر النيل وصد النهضة، فبالتأكيد يعني أن مصلحة السودان استراتيجية مع كل من إثيوبيا ومصر، وبالتالي لا بد أن تربط بين هذه الدول الثلاثة علاقات متينة ممتدة ومتصلة، وتسعى دائما لتحقيق مصالح الدول الثلاث مع بعضها البعض، لأنه نحن نعرف أن نهر النيل هو مشترك بين عدد كبير من الدول، وبالتحديد بالنسبه بعد عبور النيل الابيض من جنوب السودان الى شمالا، ومن وعبور النيل الازرق من الشرق الى الغرب في اتجاه الخرطوم، هنا تكون نهر النيل علاقه مشتركه، يكون نهر النيل علاقه مشتركه بين السودان واثيوبيا ومصر، وبالتالي هذه علاقه استراتيجيه. نعم. لا بد ان تحافظ عليها الدول الثلاث. ماذا بخصوص الامر الاخر؟ يعني بالتاكيد انت تتابع مساله الاتفاق الاخير ما بين اسرائيل والامارات العربيه المتحده. عبد الفتاح البرهاني التقى ببنيامين نتنياهو في كامبالا، هل السودان له مصلحه في ذلك؟ والسودان يمكن أن تكون له مصلحة مع كل دول العالم، لأن السودان بعد الثورة رفع شعار التحرر والتخلص من العزلة الدولية، وبالتالي لا بد أن يسعى لتحسين علاقاته وإيجاد علاقات أخرى مع كثير من الدول التي يمكن أن تكون بالنسبة له نافعة، التي يمكن أن ينتفع منها السودان، يمكن أن يستفيد منها
يمكن أن يحقق من وراء العلاقات معها بعض المنافع والمصالح. طبعا عندما التغى البرهان برئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو كانت مفاجأة للجميع. لكن أنا أعتقد أنه بعد لقاء الأخير بين الأمارات العربية المتحدة وإسرائيل يبدو لي أن ذلك اللقاء بين نتنياهو والبرهان كان جسنبط لنوع رد فعل العربي على أي علاقة أخرى لاحقة لدولة أخرى بإسرائيل. بما أنه المهندس وراء علاقة نتنياهو أو لقاء نتنياهو بالبرهان كانت هي الأمارات، فأنا أتخيل أنه كان هو بروفة لقاء نتنياهو. ولكن أنت تعرف حجم العلاقات، كان بروفة للقاء. طيب دكتور زهير، أنت تعرف حجم العلاقات الموجودة حاليا ما بين الإمارات والمجلس العسكري أو المجلس السيادي في السودان. هذا الذي يطرح هذه الفرضية أنه السودان قد يكون على القائمة للذين سيطبعون مع إسرائيل. ناهيك عن الموقف الأخير لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في تغريدة قال فيها إنهم يدعمون التحول الديمقراطي في السودان، بل ويفرضون منع تأشيرات سفر لمن قال إنهم يحاولوا عرقلة التجربة الديمقراطية. باختصار شديد دكتور زهير، أنا أعتقد إنه في محاولات للضغط على السودان لإقامة علاقات مع إسرائيل، هذا شيء مفروغ منه ولا يشك، لا يمكن أن يتجادل عليه اثنان. وبالتحديد إنه الأمريكان الآن يسعون لمحاولة يعني إنقاذ السودان من بعض مشاكله الكثيرة والمستمرة، وبالتالي يعني ينتظرون من السودان أن يقدم لهم بعض المقابل في لتحقيق ذلك. يعني أنا أعتقد إنه الخطوة القادمة، كما سمعنا كلنا ترامب يقول أن هناك دولة عربية في الطريق إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وأنا أعتقد إنه السودان يمكن أن تكون بنسبة 60% هي الدولة المعنية. سيد أشرف، مع أنه الحديث كان من المفترض أن يكون عن مياه النيل وزيارة مدبولي وأجندة الزيارة، ولكن هذا هو حدث الساعة حاليا، هذا الاتفاق الذي هو الأول منذ 26 سنة، اتفاق سلام. ما الذي يمكن أن تستفيد منه المنطقة؟ دعنا نتكلم عن مصر والسودان تحديدا، كيف يمكن أن تستفيد من هذا الاتفاق؟ كل تأكيد إذا كان هناك بالفعل نوع من الضمانات حصلت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة في مفاوضات استمرت عام ونصف بين أمريكا والإمارات بالتعاون مع إسرائيل عبر السيد كوشنر، أعتقد أن هذا الأمر سيلعب دورا كبيرا في إحداث نقلة للمسار الفلسطيني من ناحية، والإحداث نوع من التلاقي مع المواقف العربية الأمريكية في المرحلة القادمة. وكل تأكيد السودان في حاجة إلى تعاون اقتصادي وزخم ومساعدات أمريكية ودولية في المرحلة القادمة، وعندما يظهر أنه دولة تتمتع وضعت أقدامها على الطريق الديمقراطي وإتاحت الفرصة أمام الانتقال السلمي للسلطة في المرحلة القادمة بعد الإطاحة بنظام البشير، هذا الأمر سيسجل لعودة السودان لدور قيام بدور ريادي في العالم العربي وعلاقات متعددة منفتحة مع المجتمع الدولي في المرحلة القادمة، ويخرج من حالة العزنة والشرناقة التي وضعها فيه البشير. بالإضافة لأن مصر ستستفيد لأن السودان بناء علاقات مع المجتمع الدولي من ناحية، وتدشين مشروعات اقتصادية كبرى بين البلدين وعلى الحدود والطرق البرية وما إلى ذلك والربط الكهربائي، وفي نفس الوقت سيكون هناك عوارض اقتصادية لأن أي استثمارات في المنطقة اقتصادية صالحة لحملات السلام. والكل سيد أشرف يريد أن يرى شعبه مزدهرا ويعيش في رخاء، يعني هذا مطلب مشروع لكل الشعوب وواجب كل القيادات، نتفق في ذلك صح؟ بالفعل، وهذا أمر طيب وإيجابي للغاية، وأعتقد السودان بعد الإطاحة بالبشير طيب دكتور زهير يسعى لإحداث النهضة المطلوبة وسيجد التعاون من الأشقاء في مصر والعالم العربي في المرحلة القادمة. شكرا 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 لكم.